حاتم النجيب نائب رئيس شعبة خضر والفاكهة. مساء الفل. مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى كل متابعينك اينما كان. قول لي الاسعار اخبار ايه عندكم؟ اسعار طبعا اللي بي يعني اللي ايقاع الاسعار ومسرح عمليات العرض والطلب هو اللي بيتحكم في كل الاسعار، ولكن انا برضه عايزين ناكد ان احنا كانت الموجه الحاره في الشهر السابق ادت ل يعني انخفاض معدلات الانتاج لكل المحاصيل الزراعيه وتحديدا الطماطم لان دي سلعه استراتيجيه. اما بالنسبه لما يتعلق بالبطاطس احنا ما عندناش منتج دلوقتي طالع من الارض، احنا عندنا المخزون الاستراتيجي اللي هو داخل الثلاجات او النوالات. ده رقم واحد. عندنا مشاريع زراعيه كنا في العام الماضي طوال العام حتى الشهر السابق كانت عندنا اسعار فيها اتاحه لكل مواطن مصري محدود الدخل معدوم الدخل. ال 3 كيلو طماطم ب 10 جنيه، ال 3 كيلو بطاطس ب 10 جنيه. كل ده نتيجه زياده المعروض يا فندم. ما هو في حاجه بنقول اهو. كلمنا على النهارده سياده نقيب. ما هو يا احمد كلمني على النهارده، ما تكلمنيش على السنه اللي فاتت. ما هو انا بقول ليه يا فندم، انا بقول لحضرتك انا بكلمك على النهارده نتيجه الاحوال الجويه التغيرات المناخيه اللي كانت بتشهدها مصر. عندنا برضو الحمد لله احنا ابتدينا اهو العروات الجديده ابتدت تشتغل. النهارده في انخفاض تدريجي في بعض المحاصيل اهمهم هو الطماطم. زي ما ذكرت الطماطم حضرتك ايه اسعارها مناسبه يعني؟ لا ابتدت تنخفض تدريجيا. النهارده احنا كنا بنبيع العبوه فيها 20 كيلو كانت ب 140 جنيه وب 150 جنيه، النهارده بنتكلم من 80 جنيه لغايه 110. ففي انخفاض تدريجي كل ما يزيد المعروض يا استاذ احمد. لما تبيعها ب 80 يعني تديني الكيلو بكام؟ لا الكيلو بقى بيبدا من 3 جنيه النهارده لغايه اعلى جوده 6 جنيه داخل اسواق. امال ليه ب 10 النهارده و 12؟ حلقات التداول اللي احنا بنتكلم عنها، الاسواق العشوائيه اللي بتسبب الاحتكار وارتفاع الاسعار. احنا نشدنا عده مرات ان احنا لابد يكون لدينا اسواق منظمه ومراقبه من الدوله، يكون لدينا حوكمه للتجاره الداخليه بالنسبه للخضار والفاكهه. احنا كسوق اسواق مراقبه من الدوله، احنا بنعلن 24 ساعه على موقع سوق العبور والغرفه التجاريه. احنا عندنا منصات اعلاميه من خلالها عند بنعلن. حضرتك النهارده في سوق العبور النهارده الطماطم بكام؟ من 3 جنيه لغايه 6 جنيه على جوده على حسب اليات العرض والطلب، وكل يوم السعر متغير وكل ساعه ليه سعر لان الكميه هي اللي بتحكمنا. المعروض من المنتج نفسه هو اللي بيحكم الاسعار. اما بالنسبه لبقيه الاصناف الاخرى يعني من عندك لحد ما يروح سوق العتبه يوصل 10 جنيه بسبب التداول. نسبه الهدر اللي بتنتج عن الخضار والفاكهه برضه يا استاذ احمد لازم يبقى احنا منصفين في هذا الكلام. في نسبه هدر، في نسبه تالف، لازم كل الناس تعرف هذا الكلام. لكن احنا بنقول اهو الاسعار هتنخفض. هو المواطن النهارده يتحمل الهدر؟ لان احنا ما عندناش يا استاذ احمد. جاوبني. يا استاذ احمد يا جاوبني. استاذ احمد اه ولا لا؟ طبعا هو اللي بيتحمله. مين يتحمله؟ طبعا. لان اولا تاجر التجزئه عنده نقل وعنده مصاريف شحن وكل ده بيحمله على السعر المنتج. نعم. احنا كبنسوق المنتج مع وزاره الزراعه ومع المنتجين الزراعيين، احنا بنبيع لحساب المنتج الزراعي بناخد نسبه عموله. نعم. وانا كنت عند حضرتك وانت حضراتكم. نعم. رصدت هذا الكلام بتاعي. ونزلت على ارض الواقع داخل اسواق الجمله وشفت الاسواق المراقبه من الدوله بتشتغل بشكل فيه شفافيه كامله. لكن احنا بنتكلم على الاسواق العشوائيه يا استاذ احمد. كم طن في اليوم عندكم في العبور؟ كم طن بتستقبلوهم؟ لا ده احنا الاف الاطنان يا استاذ احمد. يعني انت بتتكلم كل يوم ما يقرب من حوالي ما يزيد عن ال 20,000 طن. انت بتتكلم في كل اصناف الخضار والفاكهه بتخش اسواق الجمله المراقبه من الدوله كل يوم في العبور واكتوبر. طبعا. احنا عندنا بس هو اللي حصل درجات الحراره والتغيرات المناخيه ده تدخل الهي يا استاذ احمد. نعم. ولكن احنا بنقول دي فتره مؤقته. نعم. يعني احنا ناس يعني اذا بس كانت من شهر هتاثر عليها النهارده عشان الانتاج اللي كان موجود. المفروض ان هو يطلع الشهر ده. العروه دي اتصاب وحصل له قله معروض. انخفاض في الانتاجيه. حضرتك بتقولي المعروض كتير اللي عندنا وبيجي لنا 20,000 طن في اليوم. لا غير السابق. السابق كان اكتر. كان كام؟ انا يعني اكبر بكتير. انت بتتكلم في 25,000 طن، بتتكلم في 30,000 طن بتخش الاسواق، بتتكلم في عدد كبير جدا من كل المنتجات. انا يعني احنا النهارده بنحصر كل منتج على حده. لا انت بتتكلم في اطنان كمياتها كبيره جدا. لكن احنا بنتكلم الان حصلت قله معروض من تحديدا من سلعه الطماطم عشان خاطر ارتفاع درجات الحراره. طيب. انا النهارده بتكلم والبطاطس احنا ما عندناش منتج دلوقتي طالع جزر ب 10 جنيه يا استاذ احمد. هو انا بشتري تفاح جزر؟ لا الجزر
الجزر عندنا في سوق العبور بيتراوح من 4 لـ5، وعندنا البطاطس من 4 لـ7. كل ده على اليات العرض والطلب يا استاذ احمد، لان احنا بنسوق المنتج للمنتج الزراعي. احنا اللي احنا عايزينه يا استاذ احمد السلعه البديله. احنا اتكلمنا زمان عند حضرتك التصنيع الزراعي. النهارده دي قاطره التنميه. انا بخلق فرص عمل، بعمل نوع من انواع الاستقرار داخل السوق المصري. لما يبقى عندي تصنيع زراعي، ودي اولويات الدوله. السيد الرئيس النهارده اهتمامه بالتقاوي البذور ووزاره الزراعه، المهام اللي عاملاها احنا مع وزاره التموين. لابد يبقى عندنا دلوقتي بدائل ازاي نضخ كميات كبيره جدا في النيل والاهرام. كلنا واحد بتقوم بمجهودات كبيره جدا. الخدمه الوطنيه اللي شغاله 24 ساعه على النهارده في اسعار مخفضه داخل هذه المجمعات. لابد ان المواطن يلجا لهذه المجمعات عشان يبقى في توازن مع القطاع. يا سياده النقيب مش موجوده في كل حته، عشان ما نضحكش على الناس نقول الكلام الصح للناس. ما احنا بنقول لسيادتك يا فندم احنا لابد ان احنا نضخ كميات كبيره. أيوة، انا قلت لحضرتك المواطن هيقعد يلف هنا. ما المواطن عايز الحاجه اللي جنب بيته، مش هيقعد يروح بقى فين ويجري فين. ما لازم عشان اعمل اتزان اعمل اتزان يا استاذ احمد، اسواق تجزئة قريبة من الناس بأسعار الحاج بتكلم عليها المناسبة للمواطن. ده اللي احنا قلنا عليه، ان احنا لابد نرفع الاسواق العشوائيه ونستبدلها باسواق مرتبه ومنظمه. أيوة. نقدر نراقبها ونحاسبها يا استاذ احمد. نعم. وده انا تحدثت فيه في هذا الشان عده مرات عند حضرتك. نعم. وفي مداخلات سابقه كثيره جدا. نعم. لكن النهارده التاجر لابد ان الناس تعرف ان في نسبه هدر، في نسبه مصاريف نقل وشحن. كل ده بينتج وبيحمله على المنتج، والمواطن هو اللي بيدفع الفاتوره الاخيره. الفلاح لما كان حضرتك يا سياده النقيب اللي بتاخد المكسب في الاخر. مين هو ده يا استاذ احمد؟ حضرتك هو مين اللي بياخد؟ هو يا استاذ احمد لما انا اسوق المنتج لحساب المنتج الزراعي يا استاذ احمد. أيوة. وانت جبت الكاميرا بتاعت حضرتك واعلنا من عند حضرتك من البرنامج ان احنا الانخفاض 50%. ما تقلقش من الضرايب، ما تقلقش. لا احنا ما عندناش ضرايب، لان احنا اولا بنسوق المنتج بنسبه 5% بس، وبعدين احنا مراقبين من الدوله 24 ساعه. فاحنا متاكدين ان احنا الحمد لله رب العالمين زي الفل. بتاخدوا 5% بس؟ 5% نسبة عملة من 5 لـ7% بس على مبيعات اللي احنا بنسوقها لحساب المنتج الزراعي. مش اكتر من كده يعني يا فندم. هو ده سوق، ده بس سوق. بس سؤال. لا مش اكتر من كده طبعا. هايل. بالنسبة للخضار وللفاكهة. احنا تتراوح العمولة من 5 لـ7%. انا مرة هجيبكم العبور بالمناسبة. يعني احنا راضي تيجي؟ ما احنا قلنا لك تعالى. هعمل جولة كده في العبور. ده انا عايزك تيجي اشوف اهلنا كمان. يا عايز والله اسلم عليهم والله حبايبنا. انت اولاد عمك كلهم بيتمنوا يشوفوك. ربنا يخليك يا استاذ احمد. لكن العويس بكام عندكم؟ العويس بكام؟ العويس من من 25 لـ27. لا قول لي رقم مظبوط يا اخي، اتق الله. انا عمري ما كذبت عليك. ده احنا كنا ساعه في الحج. من 25 لـ27. من 25 والزبديه من 15 لـ18. والفص؟ ولا ده فص بقى كل سنه. طيب ما فيش فص دلوقتي. خلاص ما فيش دلوقتي. انت المانجا بتودع الاسواق يا استاذ احمد. احنا عندنا التمور دلوقتي في من 7 جنيه تمور لغايه 10 جنيه. نعم. في عندنا البلحي من 18 جنيه ل 20 جنيه. ما ليه 20 جنيه في العتبه النهارده؟ انهي يا فندم؟ ايه بتتكلم عليه؟ تمر النهارده. لا اصل مش كله. في عندنا بلح اسمه بلحي، ده ما كانش بيزرع في مصر. لولا تدخل السيد الرئيس بزرع 1,000,000 نخلة، هو ده اللي وفرنا. احنا كنا بنستورده، دلوقتي بينتج عندنا في مصر. لازم الناس تعرف كده. قول لي اسمه ايه؟ قول لي تاني معلومه. البلح دي. البرحي. لولا تدخل السيد الرئيس في اطلاق المشروع 1,000,000 نخلة، وهنوصل لغايه 10,000,000 نخلة. ده احنا كنا بنستورده من الخارج، دلوقتي هو موجود في السوق المصري. ما بنستوردوش، احنا شغالين على المنتج بتاعنا المصري. يا استاذ احمد احنا اكبر مصدر موالح على مستوى العالم. احنا اكبر مصدر فراوله مجففه على مستوى العالم. لازم نستغل ده يا استاذ احمد. نستغله في ايه؟ في التصنيع الزراعي، السلعه البديله. ان احنا لما بقى عندنا قله معروض في منتج، او تقابلنا احوال جويه، او على بعض الاسواق العشوائيه، يبقى احنا وصلنا لانضباط حقيقي داخل السوق المحلي، يجيب استقرار لدى المواطن. الفلاح ما يتضررش من زرعته او المنتج اللي بيزرعه، لان احنا اصلا يا استاذ احمد برضه عشان معلش لازم نبقى منصفين ونتكلم كل شيء بكل شفافيه وحقيقه. نعم. المنتج الزراعي لما بيخسر في منتج بيعزف عن زراعته العام المقبل. ده بيعمل لنا مشكله كبيره. لان لابد يكون لدينا قاعده بيانات من حيث الانتاج والاستهلاك والتصدير. قاعده البيانات دي هتمكننا يبقى عندنا خريطه زراعيه، اعرف انا بستهلك قد ايه، بزرع قد ايه من هذا المنتج، بصدر قد ايه منه، يبقى عندي السوق منضبط طوال العام. ما يبقاش عن الزراعه التعاقديه. لابد ان احنا نبص شويه عن الزراعه التعاقديه، واحنا تحدثنا قبل كده في السابق مع حضرتك. نعم. بالنسبه للزراعه التعاقديه لابد يكون لدينا قاعده بيانات كامله
الاسواق العشوائيه اللي انا اتحدثت عنها وبناشد كل المسؤولين في الدوله. الاسواق العشوائيه هي الخطر اللي زي ما احنا يعني طورنا الاحياء العشوائيه ومفيش عندنا الحمد لله دلوقتي سياده الرئيس قضى والقياده السياسيه مهتمه بالزراعه دلوقتي، لابد يكون لدينا قدره حقيقيه ان احنا نرفع الاسواق العشوائيه وعندنا اماكن دخل سوق العبور يا استاذ احمد، يجوا داخل هذه الاماكن يبقى عندنا زياده تنافسيه، يبقى عندنا انخفاض موجود في الاسعار وعندنا شفافيه كامله. دي المكاشفه المجتمعيه يا استاذ احمد اللي احنا لازم يبقى موجوده داخل السوق المصري. حاتم النجيب بشكرك شكرا جزيلا.